إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأظنني أن كثيرا من المسلمين ممن يقرأ هذه الآيات فيربطها ارتباطا وثيقا بالقدوة، والقدوة غير الإسوة، هذه تعني شيء وهذه تعني شيء، وكل واحدة يعني ودورها، وكل واحدة كيف يراد من خلالها موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدوة تكون في المنح، في كيف يتعبد، كيف يعامل النبي عشان أزواجه، كيف كان يصلي، كيف. والقدوة هنا منحصرة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسوة فلو تمعنتم الآيات التي ذكر فيها الإسوة كقول الله سبحانه وتعالى، هذه الآية التي مرت على مسامعكم، وقوله تعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. الإسوة لا تكون إلا في إدارة الأزمات، في المشاكل، المحن، الشدائد، هذه كيفاش تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى إسوة. أما كيفاش صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيفاش صدق، كيفاش صام، كيفاش ذكر الله، كيفاش قرأ القرآن، هذه قدوة. وكثير من الناس أخوتي الكرام يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور اللي فيها منح. أما في المنح، في المحن، في الأشياء التي تصعب على النفس، تصعب على النفس لأن فيها هضم الحق، غادي تسمح من حقك، غادي تصبر، غادي تلقى كلام، غادي لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، في الأذى، في أنا كيف أتأسى برسول الله. سورة الأحزاب نزلت في حاجة عضيق، ولا حاجة ساعة، حاجة عضيق، حاجة غبينة مر عليها المسلمون، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. زيد واحد آخرين شو يقولوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واش قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. كيفاش تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الشدة، هذا الموقف، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لما يصيبني في حياتي هذه التعرجات وهذه المنعطفات الخطيرة وهذه المنزلقات أميل فيها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا قال العلماء، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل واحد واش قال فيها، وكلهم مصيب. كان اللي قال كما القرطبي كان الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام صبر للجوع، صبر للشدة. كان اللي قال التفاؤل، التفاؤل اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الجيش على يعني قدر رمية سهم للمدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تفتحن قصور الشام، كل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع المعنويات تاع الصحابة في موقف جليل خطير. نعم، والأسوة به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كذلك عليه الصلاة والسلام فيما هو من شأنه من أخلاق. فربنا سبحانه وتعالى أثنى على جميل أخلاق صلى الله عليه وسلم. ولعل الآية التي اعتلت صدارة الثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء: أكد الله سبحانه وتعالى هنا هذا الخلق بخمس تأكيدات في ليعرف اللغة العربية والنحو. إذن ثم آيات، احنا موضوعنا اليوم على الأسوة المفقودة، يليق يكون عندك واحد في حياتك تتأثر به، وما ينبغي أن يكون هذه الأسوات ومن تتأثر بهم يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بعد إلى عندك شخصيات أخرى هذا تأثر به في كذا وهذا تأثر به في كذا وهذا تأثر به، لكن جماع ذلك كله جامع ذلك كله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف دار هنا وكيف دار هنا وكيف دار هنا إلى ما عشناش إلى ما عشناش من لما عشناش بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، رانا أخوتي الكرام نقولها صراحة رانا نكذبوا على أرواحنا. إلى ما كانش أسواتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا زيف والدعاء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة في الاتباع، نعم اتباعا اقتداءا واتساءا به صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي يعني لنت لهم برحمة الله برحمة الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة يقابلها الرحمة، لو كنت فظا والغلظ يقابله اللين، اللين اللين ذكر في القرآن الكريم في كثير من المناسبات، لكن لا تخطئ هذه الأنواع الثلاثة، لين في القول ولين في العمل ولين في القلب، هذا مما يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينه في مواقف لو حدثت لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان له فيها تعامل آخر. بعدين مدوا قصة ولو أنها طويلة إلا أنها تخدم موضوعنا ونفهم كيفاش تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة الأزمات التي مرت على المجتمع المسلم في إبان نبوغه. راه هذا الإسلام راه وإلا وكما راه ما ما ما, ما نسمعوا بإسلام ما نعرفوا إسلام، يعني طريقة إدارة هذه الأزمات والصبر عليها ممثلة في أقوى شخص نعبر عنه، أقوى شخص وأشجع شخص وأرحم شخص، بالك باش تتلايم لك هادو كاع تولي أمة كما قال الله سبحانه وتعالى على إبراهيم إن إبراهيم وحده كان أمة، باش أمة يعني نقولوا على ملة أبينا إبراهيم، يليق القدوة تكون برسول الله والأنبياء عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام. هذا الذي ينبغي أن نشغل به فكرنا وأن نصرف فيه أوقاتنا، نصرف أوقاتنا في البحث عن كلام الله وعن كان من هذه الأمور اللي ربما لا تسمن ولا تغني من جوع. تعيط الواحد قول لها قول لي بالله عليك إيه واش تعني كلمة كنود؟ هذا مما يتكرر مع قراءته في الليل، ما زال ما قضبناش القرآن وراح روحنا معاه مشي تفسير، لا 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 تفسير ربما صعب عليك ولا أسيدي غير كلمة بكلمة، ما زال وما زال نخوض في أمور لا تعنينا ما تعنيناش وما يضركش ما يضركش، هذا ما يحاسبكش ربي سبحانه وتعالى، اللي غادي يحاسبك عليه ربي سبحانه نفسك غادي يحاسبك عليه، ما يقولكش يا ربي هذاك على دار وهذاك على قال وهذاك على الاخر، انت غير مكلف الا اذا كنت من اهل العلم، انت قرا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى فجعله غثاء نحوه، لتسمعها كل يوم تسمعها على الاقل في رمضان غثاء نحوه، ما يعرفهاش، قل هو الله احد الله الصمد ما يعرفهاش، قل اعوذ برب الفلق ما يعرفش الفلق، ما يعرفش غاسق اذا وقب، ويخوض في امور لا تعني، اي جهل هذا شوال هذا الشيطان راه يرقد فيه منا وينوط فيه منا، يرقد لا وقب لا ما تعنيكش لا يقراها امرها كما جاءت ورها لنا كثير ربما يوقف بين يدي الله سائلا الصراط المستقيم وهو لا يدري له معنى ولا يستحضر فيه معنى ما يعرفش، اهدنا الصراط المستقيم
صراط المستقيم مازال ما عرفناه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مازال مازال نخوضوه، مازال 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 نعرف هذا أخوتي الكرام، هذا الذي ربي قال أفلا يتدبرون القرآن، ولا قال أفلا يبحثون عن أخلاق بعضهم كراهية دايرة وينشروا الغسيل تاع الناس. لا يا ربي قال لك اعتني بنفسك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ها اش توريه القضية؟ القضية الحيانة مقفولة، لأن كل واحد كان لي ختم على قلبه والعياذ بالله، وكان لي ختم على سمعه، وكان لي ختم على بصره، وكان والعياذ بالله كاع سمعه وقلبه وبصره، وحل قلبه غشاوة. هذا الذي ينبغي أن نعتني به. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هو موقف من المواقف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بليونة وتريث وعدم عجلة، حتى جاء الفرج مما لم يكن يعتقد أنه يأتي من خلاله فيما ترويه عائشة. قالت أنا كنت نقرع الفرج يجي في رؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى، حيث رواه البخاري ومسلم في الصحاح والمسانيد والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، قرعة بين نسائه لتخرج القرعة تاعها تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم فخرجت، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية الحجاب. نعم كان وجههم يبان، فأمرهم بقل للمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس الوجه والكفين. ثم بعد قال قبل نزول الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودانونا من المدينة، خلاص كمل الغزوة هذيك، كل غزوة يدي معها أحد نسائه صلى الله عليه وسلم، وحتى ما يبقاش واحدة خضر على الأخرى يدين القرعة بينهم. فآذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت، سمعت باللي كاين رحيل خلاص دروكي يليق توجد تحضر روحها من مثل وضوء استنجاء حاجة هكا باش هذه القافلة تقلع ما تقولش حبسوا باغين. فقالت فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، عودت إلى الرحلة تاعها وين كانت الهودج تاعها. قال فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار، من اليمن أظفار. قال ابن حجر هي خطأ، قال من ظفار، خطأ الراوي مشي عائشة، من ظفار عقد شباب يعني حاجة تعقيمة. قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني، يعني نحوس حبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي وهي ليست فيه فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه يحسبونني أنني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، مش سمينات، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني الطعام القليل سموه العلقة لأنه القلب يقعد يتعلق بالطعام حاجة قليلة يأكلها. فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن. هنا عائشة نحكي لك عليها ربما كنت عنها 14-15 سنة أو شيء قليل ولا أكثر بقليل. فبعثوا الجمل وساروا، قعدت تمشى الجمل وما يحسبونها أنها في هودج وهي ليست فيه. قالت فوجدت عقدي
لكن استمر الجيش، فجئت منزلهم ليس فيه أحد. روحت عند الجيش ما كانش، فتيممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون. عاودت ولت غير بلاصتي، قلت بالك ربما غادي يتفكروا يديروا هاك ما يلقونيش فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي، حط راسها ركضت رضي الله عنها. أرانا نتكلموا على منا، أنا نتكلموا عن من ناقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من هذا الدين، أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي سلمي ثم الدكواني من وراء الجيش يمسح الجيش، شكون اللي يبقى واش منسى وكاش ما خلى وكاش ما. فأصبح عند منزلي يعني بيته في الأخرى، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، كان يعرف وجهي كي داير. فاستيقظت باسترجاعه، كدير هاك وشاف أم المؤمنين، فجعل يقول إن لله وإنا إليه راجعون، بقى غير هو وياها والجيش راح. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة، ما قلت كلمة، ما قال لي كلمة غير استرجاعه، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الرحيلة حتى أتينا الجيش موغرين. الوغور هو الدخول فيه بشدة في النحر، نحر الظهيرة، يعني كاين شدة الظلام وشدة الظهيرة. في شدة الظهيرة بعد ما نزلوا معرسين، التعريس والنزول ليلا يا يعني قياسا عليه، قالت فهلك من هلك، كي شافوها جاية معاه ويقودها قالت فهلك من هلك، لك أن يعني تركت المجال لي تسمع القصة واشترى. قال وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يديه ويرد في الهضرة ويقول لهم نيشان روحوا نشروها أوشوها نشروها. نعم. قد فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، المدينة يقولوا أنها كانوا يسموها يثرب، النبي عليه الصلاة والسلام قال على هذا الاسم هذا القبيح، لأن يعني يثرب من التثريب وكان فيها المرض. يقول الناظم رحمة الله عليه حماد المجلسي الشنقيطي يقول واختلقوا التعشير أن يعشر من مختلقات جرهم، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر، وطيبة آتيهما ليسلم بذلك التعشير من وباهما، واختلقوا البلية للميت البلية. إذن هذه مختلقات، من مختلقاتهم أن الإنسان اللي يجي بحذاء خيبر أو حذاء طيبة المدينة وش يدير؟ ينهق 10 مرات التعشير مثل الحمار والعياذ بالله حتى ينصرف عنه ولا يصيبه وباء. النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الأباطيل هذا كله صلى الله عليه وسلم ادفعها، وكله صلى الله عليه وسلم بنى أمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، عقيدة النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. إذن والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني، بدأت تشك شوية عائشة في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه، يعني كان لطيفا صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ما كنتش أرى ذلك اللطف حين أمرض، إنما يدخل ويسلم ويقول كيف أتيكم، يعني واحد كما تبغيش تهضر معاه وتبغي هذا كي راه داير زوجته هذه، يقول كيف أنت عائشة كما كان يعاملها من ذي قبل، قال كيف أتيكم. فلابد أن هذا الكلام اللي دار في المدينة أثر على المدينة، أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاد الناس ينقسموا، بل ينقسموا إلى شطرين، واحدين يقولوا نعم فعل ذلك، واحدين يقولوا لا يبرئونها، وكاين اللي وقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال فذلك يريبني ولا أشعر بشر، وفي رواية ولا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت النقاهة، يعني هذه الفترة اللي واحد يريح بعد المرض. فخرجت أنا وأم مصطح صحابي، هذه أم مصطح
بنت خالة أبو بكر رضي الله عنه، قال قبل المناصع متبرزون، وين يروحوا أكرمكم الله يديروا بيت الخالة؟ لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف. ما كانش معروف عندهم الكنف بيت الخالة كما احنا معروف عندنا. وأمرنا أمر العرب أول في البرية أو في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مروطها، دايرة هذيك الكسة تاعها هذيك، عثرت بها فقالت تعس مصطح، تقول على ولدها تعس مصطح. فقالت عائشة كيف تسبين رجلا شهد بدرا؟ على هما عندهم الذين شهدوا بدر حاجة القمة، لا ينظر إلى، لا يتكلم بأخطائهم. قالوا قالت يا هنتا، يعني كما نقولوا احنا بالعامية، ودي ركينا هكذا يا هنتا أو يا هذه تصغيرا، يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف أتيكم؟ فقلت ائذن لي أن آتي أبواي. رحت عائشة رضي الله عنها إلى أبويها، و يعني ربما الوقت يداهمنا فنجزئ هذه الخطبة، وحادث الإفك وما فيها من فوائد وما فيها من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد، وكيف على المسلم أن يمسك على لسانه. كل هذا إن شاء الله نراه في الخطبة القادمة إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب والخوض في أعراض المسلمين. سأل الله سبحانه أن يطهر أعمالنا من الرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وحقق بالسعادة آمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمر المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أمر المسلمين يا رب العالمين شرقا وغربا يا رب العالمين. احفظ بلدنا يا رب العالمين، اللهم احفظ لنا الحدود وامنأ لنا السدود يا رب العالمين. اللهم نسألك البطانة الصالحة لولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أعينهم على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل يا رب العالمين. اللهم نسألك لجيشنا الشعبي الوطني المثابر، صغارهم كبارهم شبابهم، سألك لهم يا رب العالمين عناية وحرصا وتأييدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا قوي يا متين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.